رياضة الكالستنكس هي شكل من أشكال اللياقة البدنية، وتستخدم الجاذبية ووزن الجسم لتحدي مستوى اللياقة. وطبعا مصطلح رياضة الكالستنكس هي من الكلمات اليونانية التي تعني الجمال والقوة. ضيفنا اليوم اعتنى بهذا الجمال والإبداع اللي من خلاله ترجم القوة بالتوازن والثبات وقوة التحمل. منورنا في ساعة شباب. أهلا وسهلا فيصل. أهلا منورنا. تفضل. طب بداية ممكن كثير يسمعوا مفهوم الكالستنكس بس مو عارفين وش معنى هذه الرياضة، اشرح لنا هي، وودنا نعرف كمان من متى بدأت علاقتك بهذه الرياضة. معنى الرياضة هي معنى من كلمتين يونانية مركبة اللي هي كيلوس وثينيوس، هي معناها جمال القوة. وبدأتها تقريبا كنت قاعد أبحث على اليوتيوب إنه تمارين أقدر أمارسها في البيت، وكان عندي دراسة وما كان عندي وقت، فوقتها عرفت الرياضة. ومن وقتها من نهاية 2017 إلى الآن الحمد لله بعدها من 2017 يعني. وكل تمرين يعني طلب لياقة بدنية كبيرة جدا عشان نبدأ في ممارسة هذه الرياضة، لأنها تعتمد على القوة والتوازن في نفس الوقت، صحيح؟ لا، ما تعتمد على لياقة معينة ولا وزن معين ولا عمر معين، يعتمد على الهدف اللي هو يعني تقدر تبني التمارين كلها على حسب هدفك وإمكانياتك ومستواك من أي مستوى يعني. طب بالنسبة لخبرتك في التدريب في هذه الرياضة، هل شفت عليها إقبال كبير من الشباب والبنات ولا لا؟ أكيد بالذات السنتين هذه الماضية، وقتها طلعت الكالستنكس في السعودية وصار الإقبال عليها تقريبا عالي يعني بحد ما. وما شاء الله من خلال هذه المقاطع يعني قاعدة أشوف قوة وثبات غير طبيعي، فكيف ما شاء الله وصلت لهذه المرحلة فيصل؟ هذه هي الكالستنكس اللي هو يكون عندي قوة من التمارين الأساسية وطلعيها بشكل جمالي زي ما هو موضح في الشاشة. فهذا الأنواع، هذا الدايناميك، ففي من كثير أنواع في الكالستنكس، منها الستاتيك والدايناميك والويت دريبس والأشياء هذه. فالبني آدم أو المحترف الرياضي يجمع هذه الأشياء كلها ويطلعها بشكل جمالي. وكم يعني احتجت من الوقت عشان توصل لهذه المرحلة من الاحتراف؟ والله يختلف من شخص لشخص، وتختلف الجينات برضو، لكن كل واحد على قد جهده يعني. ممكن سنتين تكون كافية إنه البني آدم يكون محترف، إلى يعني وصل للاحترافية بس سنتين تكفي يعني. طب يعني مثلا هل لهذه الرياضة مستويات أو مراحل الواحد لازم يتعلمها بالتدريج، ولا هي شيء معين يتعلمه الآن يتقنه ممكن يشارك في بطولات مستقبلية؟ لا أكيد هي تدريج، زي ما اتفقنا أنه هي لما تخش الرياضة يكون في 5 تمارين أساسية اللي هي الضغط والعقلة والغطس والسكوات وتمارين الكور عامة. فبعد ما تتمكن من هذه التمارين تقدر تخش 4 اللي هي 4 أنواع من الكالستنكس بعدها، اللي هي الستاتيك والدايناميك والويت دريبس والهاي ريبس. طب وبرأيك كمان يعني فيصل، إيش الهدف من ممارسة هذه الرياضة؟ أول شيء، أول هدف إنه يعرف الإنسان قد إيش جسمه يقدر يوصل لمراحل مرة عالية بوزن جسمه فقط، بدون تدخل أي أجهزة ولا تمارين خارج وزن الجسم. وبرضو انه يقدر يتحكم بجسمه كامل وعضلاته كاملة، وحرفيا يعني هذا الشيء ممتع جدا في الرياضة. هذا امتع شيء تقدر تحصليه في الرياضة هذه، انه انت تكتشفي جسمك وتعرفي كيف انت تستخدم جسمك وقوة العضلات في نفس الوقت، الجسم وتحمل العضلات وكل حاجة ومرونة برضو. وكمان فيصل الحلو فيها انه الواحد يقدر يمارسها في اي مكان، يعني في البيت في الشارع، يعني ما تقتصر بس على النادي. هذا امر جيد ويعطي تحفيز كبير ايضا للناس اللي بيشوفونا اليوم من خلال نقل تأثيرها بممارستها في الاماكن العادية والأماكن العامة. بالضبط، فغالبا هي زي ما اتفقنا انه هي بوزن الجسم، ففي اي مكان تقدر تمارسيها، في البيت، في اللي هو في الخارج، في الحدائق العامة. ومعداتها ما تكلف، وتقريبا هي رياضة اقتصادية، فهذا احلى شيء فيها انه ما تكلف لا اشتراك في نادي ولا أجهزة ولا اشياء. واهم شيء نقدر يعني اي شخص ممكن انه يتمرن او يلعب هذه الرياضه، صحيح؟ أكيد. ما في اي شروط، ما في اي شروط ولا اي حاجه، كل واحد يحدد تمارينه على حسب اهدافه وامكانياته ومستواه. وشايف مين، البنات او الشباب اكثر في هذه الرياضه محترفين؟
والله الاغلب صراحه حاليا شباب، لكن في بنات ما شاء الله عليهم مشتغلين على نفسهم، قاعدين يطلعوا في المستويات في الفتره وإيش هذه. طموحاتك بالنسبه لهذه الرياضه؟ وإيش اللي حاب انك توصل له من خلال ممارستك لهذه الرياضه؟ والله اللي حاب اوصل له انه نصنع مجتمع فيه يعني نسبه الناس اللي تلعب كاليستنكس عاليه، لانه رياضه ممتعه وتقدر تاخذ منها اي هدف انت تبغيه، سواء قوه سواء جسم سواء حركات، فهذا الهدف الاساسي في الرياضه يعني اللي احنا نبغاه. نحن اكيد نتمنى لك كل التوفيق في هذه الرياضه. نورتنا وشرفتنا، يعطيك الله يسعدك. شكرا لك فيصل. ومشاهدينا ختامنا مسك واستمراريه للاحتفال بيوم التاسيس، ملحمه من الحب بدات قبل 3 قرون في يوم 22 من فبراير من عام 1727. واكيد قبل ما نختم حابين نشكر فرقه الشرق لنور اليوم من بداية الحلقة، وأبدعوا أكيد بالعروض اللي شفناها، والفنانين أيضا والعازفين اللي منورينا اليوم، يعطيكم ألف عافية. وأكيد ما راح نختم إلا نسمع شيء منكم. يلا ضامن برد في ديا من سوى ضيم رجلي، علق برد بكتافي، الله ينصرك يا محمد، شب نار ودفاني، الله ينصرك يا محمد، شب نار ودفاني، الله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني، شب ناره ودفاني، ضامن برد في يدي من سوى ضيم رجلي، علق برد بكتافي، الله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني، الله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني. يا غزال انت ربيته 5 اعوام وسقيته، كل يوم وانا راعي واقبل مذيب وشله، يا غبوني ويا غشي ضامن برد في يدي من سوى ضيم رجلي، علق برد بكتافي، الله ينصرك يا محمد، الله الله ينصرك يا محمد، شب نار يعيشون، الله الله يا غزال انت ربيته 5 اعوام وسقيته، كل يوم وانا راعي واقبل مذيب واشتله، يا غبوني ويا غشي يا غزال انت ربيته 5 اعوام وسقيته، كل يوم وانا راعي واقبل مذيب واشتله، يا غبوني ويا غشي البرد في يدي ومن سوى ضيم رجلي، علق برد بكتافي، والله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني، والله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني، والله ينصرك يا محمد، شب ناره ودفاني.